في أرقام غير رسمية، ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان في مناطق معينة من لبنان بشكل كبير ولافت في السنوات الأخيرة، ومعظم الإصابات السرطانية تتركز في الجهاز التنفسي والأوتار الصوتية والرئتين، ما يعني أن ما يتنشقه المواطن لا سيما في ساحل المتن الشمالي والأوزاع والشويفات أي في مناطق المكبات هو سم قاتل، والفاتورة الصحية للدولة أولاً باتت مرتفعة جداً. فاتين بكارثة بشرية لبنانية بامتياز، فشغلات الدولة تعالج هذه المشكلة. المشكلة انه وقت عم نحكي التلوث اللي عم يصير بساحل المتن او بالكوستا برافا او حتى بمناطق المخيمات، التلوث حتى اذا نظفنا ما بيروح اليوم، ما التلوث شربته الارض، وبس عم تشرب الارض للتلوث كل شيء بالمحيط الارض عم بيتاثر. يعني نحن بس عم نحكي على ساحل المتن، مش بس على الارض ولكن على الاسماك ولكن على الابحار ولكن على المي اللي عم نشربها. فالتلوث عم بيضرب بطريقة مخيفة بكل الجهات، هوائيا، صحيا، بالأكل اللي عم ناكله، وبيئيا. فهي المشكلة اللي نحن عم نواجهها. وهيدا التلوث برهانه لحوق بالأرقام، عنا زيادة أمراض سرطانية زادت فوق 20%، عنا زيادة أمراض زادت بطريقه مخيفه، اضراب ان كانت امراض تنفسيه او ان كانت امراض ازمه او ان كانت امراض الرجيات يلي ما كانت موجوده ما كنا نشوفها. اضافه الى المكبات، هناك مشكله بيئيه جديده بدات تطل براسها، وهي مشكله النزوح السوري، حيث ان فيروس البوليو الذي انقرض في ستينيات القرن الماضي من لبنان عاد ليطل براسه من جديد. وعندك أمراض يلي بطلت موجودة بلبنان، يعني كانت مختفية مثل البوليو، يلي عم نرجع نشوفها، عم نشوف حالات بلبنان يلي هول الأمراض كانوا مختفيين من لبنان على قيمة 30 سنة. فالتلوث يلي عم بيصير اليوم يلي عم نشوفه عم بيأدي على أخطار أبعد بكتير من التلوث يلي عم نشوفه نظريا. فالمشكلة إنه الأوبئة يلي طالعين من المخيمات وحيطلعوا من المخيمات حيكون نتيجتهم كارثة على 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 علينا، على لبنان، وخصوصا انه المجاري الصحية مش موجودة. الأوبئة اللي عم بفوتوا بالأرض وهي كلها أرض زراعية عم تمتد، حناخد تأثيرها بالصحن تبعونا يلي حناكله. مكبات النفايات مشكلة تتناقلها العهود والأمراض، يتناقلها الشعب اللبناني، وحتى الساعة الرعيان بوادي والأطعام بوادي، ولا حياة لمن تنادي.